إبراهيم دياد. مساء الخير. مساء الخير. ما الأخبار مانو؟ بخير جدا. وأنت يا مانو كيف حالك؟ حسنا بخير، أعني بخير، كل شيء بخير، هادئ. ها ها ها، هل تشعر أنك الأكثر طلبا في بلادنا في الأيام الأخيرة؟ البطل الرئيسي في عالم الرياضة، في النهاية تحدث أمور أكثر أهمية، ولكن هل تشعر أنك البطل الرئيسي في الأيام الأخيرة؟ حسنا، كما قلت، تحدث أمور أكثر أهمية مما أعتقد أنا. لا أحب الحديث بهذه الطريقة، أعني لا أشعر بذلك، لأنني أفضل دائما أن أكون في الخلفية. في النهاية أنا شخص عادي، وليس وكأنني الأكثر طلبا. أعتقد أنكم ترغبون بسماعي، وهذا طبيعي، وذلك هو ما أعتقده، ولكن لست الأكثر طلبا. شكرا لك على حضورك هنا للتحدث قليلا، وخصوصا عن شعورك، وأن المستمعين من لاليغيرو يستمعون ليس فقط إلى من يحب ريال مدريد، ولكن أيضا إلى من يحب المنتخب الإسباني. ينتظرون قائمة لويس دي لافوينتي ليسمعوك أنت. في النهاية نتحدث جميعا، لدينا آراء. أقول لك يا بارين، قبل أن أسألك من كيف أنا في هذا الموضوع، أنا سعيد لأجلك، أفرح لأجلك، لأجل المغاربة الكثيرين الذين يستمعون إلينا في المغرب، الكثير من مشجعي ريال مدريد، لكني حزين لأنني كنت أتمنى أن تكون مع إسبانيا. حسنا، أنا اتخذت قرارا وأنا بخير. في النهاية عندما يقرر الإنسان كيف يكون حياته، هذا لأجل شيء ما، لقد قررت ما شعرت به، يعني ليس هناك المزيد، لا داعي للتفكير الكثير في هذا. أتخيل أنه في المغرب احتفلوا بها باستثنائية، كما رأيت بالفعل كل الأخبار تتحدث عن ذلك، التلفزيونات، كان احتفالا رائعا. نعم نعم، كان احتفالا رائعا. في النهاية لدي جذور مغربية، وهذا لا ينفي أنني ولدت في ملقا وترعرعت هنا، لكن نعم أنا سعيد بقراري. في النهاية كما أقول، أنا من يقرر وأنا من أريد، وقبل كل شيء أنا ممتن للجميع، لكل من يدعمني ويحبني، إنهم في النهاية هم سبب وجودي هنا، وهم الذين من أجلهم ألعب، وقد اتخذت هذا القرار في ما أدري وش رأيك، لكن في أفضل لحظاتك. أنت الآن في لحظة، صحيح أن في مدريد منافسة كبيرة، لكن لما أتتك الفرصة، لما لعبت قلت هذا إبراهيم اللي ما يعرفني. طيب أنا دايما أقول أحب الكلام في الملعب، ما أحب الكلام برا. خمس دقائق هستغلها كتير، 10 15 20 30، اللي يدي يهالي. العنوان الرئيسي، أنا في أحسن حالاتي، إنه مدريد أحسن نادي في العالم، هو المكان اللي عايز أنجح فيه، اللي أسعد فيه، اللي دايما عايز أنجح فيه. الوجود هنا حلم ليا ولأي حد بيلعب في ريال مدريد. الهدف اللي جبته في لايبزيج في دوري الأبطال شفته كتير. إيه شفته، هكذب عليك، شفته عشان بحبه. النوعية دي من الأهداف اللي بحب أسجلهم، ما بتيجي دايما. آه طبعا كانت لعب اتنين حلوة وطلعت برا شوية، لكن الحقيقة إنه جوا منين كنت أبحث من أسابيع. هدف رائع رأيته، أهم شيء مساعدة الفريق. هو كرة القدم لعبة جماعية، والتعاون مهم للفوز، هذا هو الأهم. أنا سعيد في ريال مدريد، النادي الأفضل. ريال مدريد هو الأفضل في العالم، ربما سأكون في ريال مدريد لسنة أخرى. لست واثقا فيما إذا كانت المفاوضات تسير بشكل جيد. طبعا لا 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 أعرف إذا كانت هناك مفاوضات، أنا أستمتع في ريال مدريد، أريد البقاء هنا لأعوام طويلة، هذا واضح. مدريد هو المكان الذي أريد النجاح فيه. شاكر جدا لجماهير ريال مدريد للحب الذي أتلقاه منهم، فعلا هذا ليس طبيعيا. فقط أفكر في مدى حبهم لي يجعلني أبتسم، أحاول أن أرد ذلك على الملعب. أنا شاكر جدا وأفكر في المستقبل، ما يأتي بعد هو نهاية موسم مذهلة مع الأبطال والدوري الإسباني، لا أخاف من المنافسة في الموسم القادم. أعتقد أن إبراهيم ورودريجو وفينيسيوس وبيلينغهام وخوسيه لو على وشك القدوم. يبدو أن مبابي جاي وهندريك جاي، هذا جيد طالما أن هناك منافسة، وأعتقد أننا نقوم بذلك يوميا. أقدم الأقصى للنادى للجمهور،
أكبر جمهور في العالم. يوجد الكثير من المشجعين في العالم، مثلا في المغرب هنالك الكثير من مدريديستا. أنا لا أعلم أنه كنت تلقيت أنواع من الرسائل، الاتصالات أو المقابلات في الوسائط المغربية. أنا لا أعلم إذا كنت قد تلقيت ردود فعل من المشجعين المغاربة، حيث يوجد بينهم الكثير من مدريديستا. نعم بالفعل بينهم كثير من مدريديستا، يعني كثيرا. كما قلت الريال هو دولي، لديه مشجعين في كل مكان. هذا شيء مذهل، من لا يحب مشاهدة الريال؟ وكما قلت في المغرب يوجد الكثير من المشجعين، هم أي مجانين بسبب الريال. لغاية الآن لم أقم بأي مقابلة، ولكني سأقوم بذلك في وقت ما بالتأكيد. سيتعين عليك تعلم كيفية مشاهدتها قليلا ربما. نعم نعم، أعني إنه حقيقة أن كنت أعرف بعض الكلمات عندما كنت صغيرا، بعد ذلك ذهبت في سن الشباب إلى إنجلترا وسأتعلمها. تعلمت الإنجليزية والإيطالي والإسبانية آخرا، لغتي. أتعلم العربية بلا شك. أنا من بريمية متورط ومتحمس للوصول، فالحب والمودة دفعاني لهذا. السلام عليكم. كما شو معنا في المقدمة، هذا الحوار الكامل اللي دار ما بين صاحبي الإسباني مانو كارينيو واللاعب المغربي إبراهيم دياز. كانت منا تركزوا على الملامح ديال إبراهيم دياز والفرحة اللي على وجهه، وهو كيعبر على يعني الشعور ديالو بالتمثيل ديالو المنتخب الوطني المغربي. هذا جوابا على الناس اللي كتقول باللي جامعة عشرته، باللي الجامعة عطاته، كاين والو من هادشي. وهادشي يعني اذا ركزتوا غادي تفهموا ان لاعب ابراهيم دياز يعني فرحان وما قداش الفرحه بالتمثيل المنتخب الوطني المغربي، واصلا راسل الجامعه الاسبانيه على انه غادي يلعب مع المنتخب المغربي. هادشي غادي تشوفوه يعني في هذا الحوار اللي بدلنا مجهود على اننا يعني نترجموه بالصوت. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وانتم خليونا يعني في التعاليق واش عجبكم، يعني واش عجبتكم الترجمه بهذا الشكل. واذا شي واحد يعني عنده شي ترجمه سبيسيال يعني تواصل معنا. عثمان شريف هذا الابليكاسيونيس كان خسر فيهم الفلوس وفي الاخر كيخرجوا انتم كتشوفوا يعني. اما باش عمل ترجمه يدويه فراه غادي تاخذ منا يعني فيديو بحال هذا، خصني سيمانه باش نترجموا على شكل يدوي. نتمنى انه يعجبكم تعجبكم الترجمه، ما تبخلوش علينا يعني نظرا للمجهود اللي كنبذلوا اللايكات ديالكم فقط، ما كنطلبوا منكم لا فلوس غير اللايكات. صافي اللايكات ديالكم وكملوا معنا. صلونا في راسكم بالصحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسمعوا الحوار كامل. ماذا شعرت عندما خرجت القائمة ليلة في 9 مساء؟ خرجت قائمة المغرب، كان اسمك واسم بحرين دياز فيها. ما شعورك عند رؤيتها؟ الفخر والسعادة. من منا لا يتمنى أن يكون في منتخب مغربي كالذي أنا فيه؟ في الآخر الفخر كثير كمان. منذ يومين أعاني من كوابيس، المغرب وإسبانيا في كأس العالم، البحرين تهددنا بمواجهة لايبزيغ، أشعر بالحيرة حقا. أنا إسباني وأنا مغربي 100%، نشأت في إسبانيا بالرغم من جذوري المغربية. فرحت لرؤية الاثنين، أي لو كان علي تسجيل هدف لإسبانيا فسأكون سعيدا، لكني أفضل أن أقدمه لغيرها. أقول لك شيئا، أنا أيضا، لأن الحب بين إسبانيا والمغرب كان دائما جيدا، وأنا ممتن كثيرا، وأقولها بصدق وعاطفة عميقة. أي أنا ممتن كثيرا لأن لدي دائما حب خاص، وهذا شيء فريد، هذا شيء تشعر به وينقل لك. وبصفتي لاعبا هذا شيء خاص للغاية، وقبل كل شيء كشخص ففي النهاية هذا هو المهم. عندما تتخذ قرارا لا تحتاج للتفكير الكثير بعد ذلك، وأنهما دولتان رائعتان التي لدي فيها جذور مغربية وقد نشأت وولدت فيها، وعندي أيضا عائلة إسبانية.
لن تتغير الأمور، وسننظم كأس العالم معا الذي سيكون في 2030، المغرب، إسبانيا والبرتغال. سنكون معا، علينا أن ندعم بعضنا البعض. بالضبط، لكنك لن تحتفل بتسجيل هدف ضد إسبانيا، أليس كذلك؟ حسنا، يعني الآن أنا لست متأكدا ماذا أقول لك، كل شيء يعتمد على الوضع. أعلم أنني مقتنع بنسبة 100% بقراري بالذهاب إلى المغرب. أنا فخور وسأعطي القصوى، وأعتقد أن الاحتفال بالهدف لن يحدث. كما قلت، أفضل ألا أصبح مزعجا لإسبانيا، إذا كان لآخر فهذا أفضل. أنت تستمع الآن لكثيرين ومحبي كرة القدم، وأنا واثق أنهم يودون السؤال: لماذا اخترت المغرب على إسبانيا؟ في النهاية اخترت لأنه يجب الاختيار، وكانت لدي هذه الفرصة التي لا يحظى بها كل اللاعبين. ماذا قدم لك الاتحاد المغربي أو البلد أو كرة القدم المغربية التي لم تقدمها لك بعد الانضمام للفريق الإسباني؟ راجع، يعني كما قلت، هو كل شيء. لقد قررت دائما بالقلب، وهكذا حدث. أنا رجل عادي يحلم وبسيط، ومرة أخرى في النهاية الحب والعطف يعني أنه ممتن. يعني الحب والعاطفة اللي تلقيتها كانت رائعة، وهذا من إبراهيم. كثير من الناس، حسنا، أعني من الجميع بصفة عامة مثل الإسبان، عندي حب وأطلع للاستمرار. أعني لا أتوقع أن هذا يكون تغييرا جذريا، أعني هذا لا يغير شيئا، أعني هو قرار. أفهم أنك قد تزعل، ولكنه قراري. أعني أنا 100% من فيما قلت عندما أقرر بنسبة 100%. نعم، والحب والعاطفة وكل ما فعلوه لي، أعني الفريق الحالي والمشروع، كل شيء هو شيء جيد جدا. أعني أريد أن أقدم أشياء عظيمة. بالطبع الأمر طبيعي مثل جميع اللاعبين الكبار، وأنت تحلم بلعب كأس العالم مع المغرب. بالمناسبة أنتم في نصف النهائي لكأس العالم، أقصينا من قبل المغرب في إسبانيا في المرة الأخيرة، وذلك الحب الذي تتحدث عنه الذي تلقيته ولاحظته من المغرب، ألم تشعر به من الاتحاد الإسباني؟ لا أريد، أعني لن أدخل في هذا الموضوع. أعتقد أنني لاعب محترم وليس موضوعا اتخذت فيه قرارا، أعني أو هكذا. أيضا تلقيت حبا وامتنانا من المغرب، وهذا كل شيء. الأمر واضح الآن. تعلم ما الذي أدهشني أكثر كمشجع لكرة القدم؟ أقول لك في هذه الحالة يا إبراهيم، بعدما كان مع لويس دي لا فوينتي في الفئات الدنيا، كنت دائما معه عند الوصول للفريق الأول. صحيح أنك لم ترانا، هل كنت متفاجئا لأنك كنت دائما موجود ودائما تحت أمر لويس دي لا فوينتي؟ كنت دائما موجودا له، أليس كذلك؟ أقول دائما أن المكان الذي أجيد التحدث فيه ليس في الإعلام بل في الملعب. بالطبع تتحدث جيدا في الملعب. نعم، أيوة، أجعل الناس تستمتع، أسعى لأجعلهم يستمتعون، لأنني أعتقد أن ذلك هو الهدف من كرة القدم، لكي يشعر الناس بالشغف، لكي يتحد اللاعب مع الجماهير. وهذا هو ما أحاول القيام به في كل مرة أخرج فيها إلى الملعب، أعطي كل ما لدي لكي يفخر الناس بما أقوم به في كل مباراة. ولكن لا يزال يمكنك شعورك بأنك إسباني على الرغم من اللاعب للمغرب. هذا الشيء الذي لن يتغير أبدا، قلته من قبل. على الرغم من اللاعب مع المغرب، سيظل إبراهيم يشعر بأنه إسباني دائما. نعم، أيوة، بدون أدنى شك. أيوة، أنت تشكك في ذلك. مانو، لا، أي شك، لا. أقول ذلك لأنه اختار المغرب. بمجرد طرح السؤال أقول إذا كنت تشكك في ذلك. أعتقد أني خلت الأمور واضحة. أيوة، دعنا ننتظر ونشوف. القرار، أيوة، لا يغير شيء. أعرف ما أريد وقد قررت. أيوة، هذا الشيء يعجب الكثير من الناس ولا يعجب الكثيرين، ولكن قررت من الحب والعاطفة. أيوة، لا يأتي. ما بيمشيش أبعد من هيك. أنا طبعا الماشي إسباني، عندي جنسية مزدوجة. حاضر، أنا لحالي. حاضر، لحالي. زي ما قلت لك قبل كده، والله 100% مغربي و100% إسباني. يعني هي اللي هي، يعني اللي يفهمها. طيب يعني هيبقى جميل، واللي ما يفهمهاش يا ريت يجي يوم يفهمها. بقول ليك كلام عايز أسألك إياه، وهو بس واحد. حاضر، مانو محتاج في الموضوع ده.
عشان أحاول يعني أنت نفسك توضح حاجة، وبالنسبة لي ده شك، كأنك كنت نفسك تعرف إذا بكرة كنت هتكون في قائمة لويس دي لا فوينتي، لأن دلوقتي طبعا عارفين إنها ما بتحصلش، بس هل كنت نفسك تعرف بكرة كنت هتكون في قائمة المنتخب الإسباني؟ يعني أنا كنت هرد عليك كده شوية، بس ما أعتقدش إن دي اللحظة اللي أرد فيها بإسخرية. يعني أنا روحت واتخذ القرار، والله هو زي لما تقول لا لو كان كده، لو كان عمل كذا، لو كان كسرت كذا، والله أنا قررت، وزي ما قلت والله أنت قلت لي من الأول إنك تحترمها وتمام. يا رجل كان ناقص بس، الله يرحمك. أيوه هي أيوه القرار اتخذ، والله مش كنت هغير ولا حاجة، والله أنا ما أعرفش، والله دي في بالي، كل اللي كان ناقص هو نحترم القرار، كل اللي كان ناقص حد ما يحترم قرار بريان، دي حاجة كانت ناقصانا نسمعها، زي ما فرنسا احترمت لينورمان مع إسبانيا، أو دييجو كوستا زمان اللعب مع إسبانيا مش البرازيل، ولينورمان مع إسبانيا مش فرنسا، كان ناقص ما نحترمش بريان مع المغرب، على راحتك. رغم أنه قد يؤلمنا بعض الشيء، كنت أريد أن أسألك، يوم الاثنين قال لويس دي لافوينتي أنك وضعت شروطا معينة، أود أن أسألك وتوضح لي إذا وضعت أي شروط على المنتخب الإسباني أو الاتحاد الإسباني أو أي شخص آخر، لا أعلم إذا كانوا يرون وجهي وحركاتي، هل تعتقد أنني يمكن أن أضغط؟ أنا لم أفعل ذلك أبدا ولن أفعل، كما قلت الكلام يجري في الميدان وهو الذي يوجهك، لا يوجد المزيد، لا أعلم ما قاله بصراحة لأنني لم أرى أنت تتحدث عنه، ولا أعلم إن كان يقصد ذلك، لكن إذا كان يقصد ذلك فهذا ليس حالتي، لم أفعل ذلك أبدا، ليست حالتي أقسم لك، كان يتحدث عنك، تعلم أنني لا أكذب عليك، أنا متأكد أنك لم تسمع ذلك، ولكن إذا لم تسمعه فأنت تعلم أنني لا أكذب عليك. لويس دي لافوينتي سأل عنك، لا أعلم إن كان يمكن تفسيره بشكل خاطئ، أنا لا أعرف وليس لدي اهتمام، لذا فإن السؤال ليس لي، حتى لو قالوا عشاني السؤال ما كان لي. تعرفوا ايش أقول؟ ما أعتقد إنه الوقت المناسب لسؤالي لأني ما قلت كذا، أعتقد واضح إني ما أضغط أو ألح على أحد، لا هذا مني، ما أنا من هذه الأنواع، والدي علموني القيم وهي إظهار الشيء في الإجراء، سواء في الحياة، الدراسة، الكورة، الملعب، في هذه الحالة أظهرها هناك، لا هذا مني، أنا آسف. ما هو فقط عليك، ردك جميل، ولا مرة عملته ولا بيسويه للاستماع للذي ما يعرف انه 8 ثواني. احترم موقفك بالكامل وجزئي، كل واحد حر ليتخذ القرارات المطلوبة، لكني دائما اقول انه يجب ان يكون هنالك 3 كلمات للاعب المنتخب، يوجد هنالك 3 كلمات، 1 لعبه في المنتخب اختياره، 2 رغبته لذلك، و3 ان يختاره المدرب، لكن الأهم من ذلك هو الحب، ولا توجد مطالب أو شروط. هل تحدثت معه؟ لا لم تتحدث معه، أدعو أو لا أدعو، لكن ربما كنت المدرب الذي اختاره أكثر من غيره، عمره 19 و21 بشكل عام، يمكنني أن أقدره وأتمنى له كل التوفيق، لكن كل شخص حر في اتخاذ قراراته واحترامه الكامل. حسنا لا شيء، كان السؤال عن إبراهيم دياز وهو يتحدث عن المطالب. أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكر لويس، لكن هذا ليس هو الحال، إنه ليس إلقاء الحجارة على أحد، ولكن ما حدث هنا هو أنني قررت، هذا هو، أريد أن أشكركم، ليس لدي أي شيء ضد أي شخص، كما قلت لا أحب التحدث عن نفسي، لكني رجل محترم، كل ما أفعله هو لعب كرة القدم والقيام بما أحب، بما هو شغفي، وأنا كما قلت في مدريد في أفضل نادي في العالم، أعيش حلما وأحوله إلى حقيقة، أنا ممتن للنادي وممتن للجماهير، وهذا كل شيء، وهذا قرار أنا شاكر له لأنه كان جزء من نموي تماما، إنه استدعاك أكثر من غيرك. رد إبراهيم دياز واضح وقوي، أخذ قرار محترف، الاختيار يجب أن يكون،
إبراهيم اختار. هل ستتابع قائمة إسبانيا غدا؟ هل ستنظر لها بشكل متسرع؟ غدا لدي تدريب، وهذا هو المهم. يجب أن أثبت غدا أنني جاهز للسبت، هذا كل يوم. أقصى طلبي في مدريد أثبتت في التدريبات والمباريات، وهذا ما أحبه. كل الأحاديث تجري في الملعب، عارفني من صغري. لم أكن أتكلم في الأمور. اللعب في الملعب ما أحبه أكثر وما يجعلني سعيدة. كما أوضحت مرة أخرى، أنا مرتاح جدا في المرحلة التي أمر فيها ومع زملائي، مع الناس الذين بجانبي دائما والذين أعطوني القيم للعمل بجد والعمل من أجلها. شخص يمتلك الكرة عند قدميه، آسف لا أنا أرغب في أود أن أشكركم على الحب سواء من إسبانيا أو المغرب، هذا قرار أتخذته بنفسي، ليس هناك أكثر من قرار اتخذه إبراهيم وهو ما شعر به. أنا أقول لك الحقيقة، أليس كذلك؟ والآن أعرف أن ربما لم أرغب في الحديث، ولكن هناك أوقات يجب فيها مواجهة الأمور، وأنا هنا لمواجهتها بالطبع، بالتأكيد، ولشرح والسماح للناس بالاستماع إليك. أعتقد أنه في حالات مثل هذه من الأفضل أن يسمعوا منك وليس سماع الجميع يتحدثون نيابة عنك. في النهاية يمكننا تقديم آرائنا، ولكن في نهاية المطاف إبراهيم دياز هو الشخص الوحيد الذي يكون سعيدا بالكرة عند قدميه، وسيجعل جماهير ريال مدريد سعيدة جدا، وكذلك جماهير المغرب التي ستتمكن من الآن فصاعدا من رؤيته يرتدي قميص المغرب. أخي ستكون على الرغم من وجود تدريب لديك، لن تتابع قائمة لويس، ستراها لاحقا، لكنك ستكون مهتما بالقرعة، سوف تتابع القرعة بالتأكيد. نعم هذا صحيح، يعني لا أنا متابع لكل شيء، يعني أنا من عشاق كرة القدم، يعني أحبها. هل ذلك غير صحيح؟ يعني أنا أتابع الكل من الدوري الشاب حقا، من التصويتات الأدنى. أنا أحب كرة القدم، كيف لا أكون متابعا؟ بالتأكيد بالتأكيد. نعم جيد جدا عليك. نعم نعم جيد علي، ما تقوله لي هو جيد بالنسبة لي أخي، إنه متميز وسيكون بالتأكيد من بين الأفضل في العالم بلا شك. لا أرغب في البقاء هنا، ولكن لدي زملاء رائعون أيضا وهم بالتأكيد من الأفضل في العالم دون شك بكل بساطة. وأخيرا لننهي، من بينهم لا يتعلق بالكرة قدم تماما، من بينهم لديك فينيسوس الذي كتب رسالة اليوم يقول لإليويفا هذا ما يكفي، لا أعلم إذا كنت سوف تتقدم بشكوى جديدة ضد الترديد العنصري الذي حدث بعيدا عن خارج الملعب قبل أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، شيء هام بالنسبة له في الغرفة يزعله، وأنه دائما في صدر المعركة ضد العنصرية. نشر رسالة للاتحاد حول الأهانات على أن المباراة قد استنكرتها بالفعل. كيف يتعامل فينيسيوس مع هذا الأمر؟ هل أنت تشارك الغرفة معه؟ فقط إنني أقف مع فيني، أنت والجميع، نحن ضد العنصرية، الأهم هو مواجهة العنصرية ودعم الضحايا. لا يوجد شيء أكثر، فيني مثل أي لاعب يفكر في كرة القدم ويقدم الأفضل يوم السبت، متأكد أنه لم يسجل هدفين. هذا هو الموعد القادم، يحلم بالفوز بالكرة الذهبية مثلهم في مدريد. أشوف أن أحتفظ بالمقابلة هذه بعزة في السنوات القادمة، سنتحدث عن ذلك في بعض الأيام. وسنرى أين هو إبراهيم لاعب ريال مدريد الذي يظهر الجودة التي لديه ويذهب مع المغرب، نتمنى له كل التوفيق. هل لديك الحلم أن تكون من الفائزين بالكرة الذهبية يوما ما؟ هل تعتقد أن إبراهيم لديه الفرصة للمنافسة على ذلك؟ أم تعتقد أن هذا الأمر بعيد عن الواقع؟ حسنا، أنا دائما أفضل أن أكون بأقدام على الأرض وأركز على الحاضر كل يوم، أرغب بالطبع في أن أظهر أفضل ما عندي. أعتقد أن إظهار أفضل ما عندي سأكون هنا، ولكن الأمر لا يتعلق بالفوز بالكرة الذهبية، لا لا، أرغب في مساعدة فريقي على الفوز بالألقاب، والفوز بالألقاب هذا أهم شيء. هذا فريق كرة القدم، هي لعبة جماعية، هناك فريق وهذا الأمر الأكثر أهمية بلا شك. إبراهيم شكرا جزيلا لك على هذه اللحظة القصيرة، لمحبي ليغارغو على توضيحاتك. لا أعلم إذا كان لديك شيء آخر تريد أن تضيفه لمحبي مدريد، للمغربيين، لأي شخص، إذا كان لا يزال لديك أي شيء لإضافة. لا شيء، أنا ممتن كما قلت.
شكرا كثيرا على المودة التي تلقيتها دائما. أنا ممتن جدا. أنا ممتن بالمودة التي يكنها لي. أعتقد أنه كبير حقا. وأنا آسف حقا. لا يسعني إلا أن أقول شكرا جزيلا. أتطلع إلى يوم السبت وما سيأتي. واللعب في كرة القدم هو الأهم. الكثير من الأشياء الجميلة تأتي في طريقك، استمتع بها. نحن ممتنون لهذه المقابلة إبراهيم. لا شيء، الأفضل ليوم السبت والبقية. أتمنى لك الأفضل مع المغرب ومدريد. هذا ما يجب قوله. شكرا وأنا فخور.